زبدة الفول السوداني ثلاث معالق كبيرة مية وخمسين جرام والوصفة موجودة تحت في صندوق الوصف هي الطحينة طحينة 2 معلقة طعام طحينة السمسم 2 معلقة طعام تحريك قليل وضعها بالميكرويف نص دقيقة أو تسخينها على المقود فانيلا بدون سكر قليل من الفانيلا نحرك جيد نوضع واحد كوب جوز الهند مبشور جوز الهند واحد كوب مية جرام هذا الكوب اللي أنا استخدمته ووصفة الفول السوداني والطحينة الراشية موجودة في صندوق الوصف تحت ممكن نستخدم الكوب البلاستيك من شان يطلع نفس الحجم هو اختيار يعني غير أساسي يعني غير ضروري يعني ممكن نستخدم بدونه مثل هيك نضعهم بالمجمد الفريز لمدة ساعتين أقل شيء قبل التقديم والتخزين أيضا لا يجب أن يكون بالفريز تخزين هيك جاهزين للتقديم هذا ممكن ناكله سناك بين الوجبات كتير هو روعة في أمان الله تزرونا بوصة جديدة اتمنى الاشتراك بالقناة شكرا كتير لكم اذا عجبكم الفيديو تعملوا لايك مع السلامه